بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم يا شباب. إن شاء الله نخلص النهاردة الكلاس الثالث من الكلاسز بتاع الأنتي ميكروبيال دراجز. أفكرك بس بالكلاس واحد واثنين عشان النهاردة احنا في الكلاس رقم ثلاثة. الكلاس واحد اللي كان الأدوية اللي شغال على سيل وول، شرحنا البنسلين والكيفالوسبورينز والبانكومايسين. كلاس رقم اثنين اللي هو كان الأدوية اللي شغال على البكتيريا البروتين سينسز، أخذنا العائلات المشهورة الكبيرة وشرحناهم، تقريبا كانوا أربعة أو خمسة، خلصنا الحاجات المشهورة فيهم. النهاردة بقى هنبتدي في الكلاس رقم ثلاثة اللي هي الأدوية اللي شغالة على البكتيريا النيوكليك أسيد اللي هي الدي إن إيه والآر إن إيه، العيلة بتاعة الفلورو كينولونز. قبل ما ابتدي في الفلورو كينولونز يا شباب، عايزك تاخد بالك وتذكرها كويس لأنه من الحاجات المهمة جدا. ولو انت بتسألني انه يعني انا اخر السنة مثلا ومزنوق وعنديش وقت اذاكر كل الكيموثيرابي، تنصحني اذاكر ايه؟ فهقولك هم اربع عائلات او اربع فاميليز من الانتيبيوتيك ما ينفعش تدخل امتحان من غير ما تكون مذاكرهم كويس. البنسلين رقم واحد، الكيفالوسبورين رقم اتنين، تلاتة عائلة الماكرولايت، اربعة عائلة الفلورو كينولونز. يبقى دي هتحطها انا كمان يعني احيانا بحطها بريوريتي رقم ثلاثة، يعني بنسلين كيفالوسبورين ويأتي وراهم على طول العيلة اللي اسمها عيلة الفلوروكينولون لأهميتها لأنها مهمة جدا، ثم تأتي في المرتبة رقم أربعة الماكرولايت. خليني بس قبل ما أدخل في الفلوروكينولون أقول لك الأول نتعرف عليهم على أسمائهم وناخد لمحة كده عن تاريخ التطور الزمني بتاعهم، لأن مهم جدا نعرف هم تطوروا من بعض إزاي علشان ده هيخدمنا في أننا نفهم الحاجات كتير من اللي جاية. فلوروكينولونز عيلة كبيرة، أنا اخترت لك منها خمسة، والخمسة دول أنا اخترتهم لشهرتهم، دي جسرتهم كتير وهم ماشيين كده متطورين، يعني واحد جه من التاني من التالت وهكذا. أولهم النورفلوكساسين، أنا بس هستعرض معاك الأسماء وبعدين أحكي لك القصة. نورفلوكساسين، سيبروفلوكساسين، ليفوفلوكساسين، موكزيفلوكساسين، والأخراني اللي هو أحدث واحد جيمي فلوكساسين. اللي على الصبورة دول يا شباب الخمسة دول اولا ينتهوا بكلمه ايه؟ كلهم بالسافكس كلمه اوكزاسين اللي في الاخر او فلوكزاسين كلهم، انما اللي بيفرق اللي هو البريفكس اللي هو الاولاني المقطع الاولاني. كلهم يا شباب خمسه دول وغيرهم طبعا كتير، يعني مش دول بس طبعا في اكتر. الاب بتاعهم الاصلي اسمه ناليديكسيك اسيد. ناليديكسيك اسيد ده يا شباب بدايه اكتشافه كانت اللي بقوله ده هيخدمنا، يعني مش حكاوي، لا هيخدمنا في اللي جاي. بداية اكتشاف الناليديكسيك أسيد ده كانت 1962، لما اكتشفوا الناليديكسيك أسيد جم يجربوه كأنتي بكتيريا، لقوه أولا هو فعال كويس قوي بس على الجرام نيجاتيف، ما بيجيبش جرام بوزيتيف. وفي مشكلة أكبر غير بقى كونه يعني ما بيجيبش غير النيجاتيف، المشكلة الأكبر إيه بقى؟ إنك لما كنت تدي الناليديكسيك أسيد ده تبلع القرص بعد دقايق ما تلاقيهوش في البلازما، ما تلاقيش الدواء في جسمك، الدواء بينزل على طول في اليورين بهاي كونسنتريشن، داز نوت اتين سيجنيفيكانت بلازما كونسنتريشن. فكانت دي مشكله كبيره. ليه بقى؟ لان احنا عايزين دواء هنعالج بيه انفكشن في التشو. فانا ممكن يبقى الناليديكسيك اسيد، طب ممكن تقول لي طب ما هو كده يبقى نافع جدا في علاج اليورينري تراكت انفكشن، كويس انا موافقك وهجيب لك سيرته ان شاء الله وانا بشرح اليورينري تراكت انفكشن، صح. انما بقى لو انا عندي بالمونري انفكشن او عندي مينينجايتس مش هينفعني، لانه بينزل في اليورين بعد دقائق معدوده تلاقي كل الكميه اللي بلعتها نزلت في اليورين. فكانت المشكلتين دول اللي قابلت العلماء في الايه بدايه اكتشاف الناليديكسيك اسيد، كونه ما بيجيبش غير الجرام نيجاتيف بس، وكونه داز نوت اتين سيجنيفيكانت بلازما كونسنتريشن. فالجماعه بقى اللي هم الشركه اللي اكتشفت جابت الجماعه الكيميائيين بتوع الميديسين الكيمستري، قالت لهم احنا عايزين نحل المشكلتين دول، حلوا لنا الاول مشكله ان الناليديكسيك اسيد بعد ما بقبلعه بينزل في اليورين ما بيستناش، فعايزين نحل المشكله دي الاول. المشكله الثانيه عايزين نحل مشكله السبيكترم، انه كونه ما بيجيبش غير جرام نيجاتيف عايزينه كمان يجيب البوزيتيف والحاجات الاخرى. الجماعه بتوع الميديسين الكيمستري عارفين كويس شغلهم وجابوا الناليديكسيك اسيد، اضافوا له حاجه بسيطه جدا هم حافظينها كويس في علم الكيمياء اللي هو الفلورين، فلور. انت عارف انه في عيله كده اسمها عيله الهالوجينز اللي هي الكلورين فلورين والبروميد والايودايد، العيله دي كلها كانت حتى في البريودك تيبل تلاقيها مع بعضها كده في صف واحد اسمها الهالوجينز، وانا قلت لك في الفيديو اللي فات
وانا بشرح الكلور انفينيكول قلت لك انه اما الكلور بيدخل على اي اورجانيك موليكيول بيغير في البروبرتيز بتاعته. الكلام ده بقى كمان هينطبق على مش بس على الكلور، على كل عيله الهالوجينز اللي هي الفلورين والبرومايد والايودايد وكله. فهم الجماعه بتوع الميديسين الكيمستري جابوا النالديكسيك اسيد وقالوا هنجرب نضيف اليه الفلورين اتوم دي الفلور ده ونشوف هل هيغير الفلور هيغير في البروبرتيز بتاعته ولا لا. لما جابوا النالديكسيك اسيد وحطوا له فلورين اتوم وجم يجربوه لقوه فعلا بيقعد في البلازما 3 ساعات، يعني بيقعد في الجسم 3 ساعات وبعد ال 3 ساعات يسيبني وينزل في اليورين. طبعا افضل ده تطور كويس لان النالديكسيك اسيد ما كانش بيقعد دقايق وبينزل، انما ده بيقعد 3 ساعات. اهو بقى يا شباب النالديكسيك اسيد اللي حطوا له فلور ده او الاول محاوله دي هو ده الدواء الاولاني اللي انا كاتبه لك على السبوره اللي هو النور فلوكساسين. يبقى النور فلوكساسين هو النالديكسيك اسيد مضاف اليه الفلورين اتوم ودخل لا يقعد 3 ساعات، انما ما يقعدش اكتر من كده. جم قالوا برضو مش نافع الكلام ده لانه ما زلنا برضو بنجيب الجرام نيجاتيف بس، يعني النور فلوكساسين ده برضو ما زال شغال على الجرام نيجاتيف، وحكاية الثلاث ساعات دي ما يعني مش فعالة قوي، لان انا لو عايز اعالج انفكشن مش هلحق اعالجها في خلال الثلاث ساعات لانه بيسيبني وبينزل في اليورين بعد ثلاث ساعات. فبرضو حلولنا المشكلة دي يا جماعة يا بتوع الميديسين الكيمستري، فبرضو عدلوا في الاستراكشر وعملوا اللي بعده على طول اللي هو السيبرو فلوكساسين، يعني ده تطوير للنور فلوكساسين. السيبرو فلوكساسين هو النور فلوكساسين لكن مطور بحيث انه يقعد في جسمك فترة اطول. بيقعد في جسمك قد ايه؟ 8 اورز. ده كان بيقعد 3، ده المفروض ده هيقعد 8 اورز، يعني 8 ساعات. طيب 8 ساعات دي تبقى كويسة، فترة كويسة، لانه كده نقدر نعالج بيه سيستميك انفكشن، يعني قبل على القرص بيروح للتشو عندي ويقعد في جسمي 8 ساعات ويبتدي بعد كده ينزل في اليورين، فده كويس. لكن ما زال في المشكلة التانية، ان هو ما زال الاثنين دول ما زالوا زي الاب في كونهم ما بيجيبوش غير او يعني ميالين اكتر ناحيه الجرام نيجاتيف. هو بيجيبوا يعني حاجات بسيطه من البوستك، انما كل شغلهم معظمه ناحيه الجرام نيجاتيف. فقالوا لا، عايزين ايه؟ عايزين نطور بقى، احنا حلينا مشكله الديوريشن دلوقتي، عايزين بقى نطور موضوع السبيكتر، عايزين ايه؟ نجيب الجرام بوستك والكائنات الاخرى. فعملوا الليفو فلوكساسين اللي هو الثالث ده، ده تطوير من الايه؟ من السيبرو فلوكساسين. الليفوفلوكساسين بدأ يجيب النيجاتيف وبدأ يجيب البوزيتيف، وكمان زود عليهم الاتيبيكال مايكرو اورجانيزم. الاتيبيكال زي الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي كلمة كالم مايلج، كلاميديا، مايكوبلازما، ليجيونيلا. بدأ كمان يعني يمتد طيفه مش بس للبكتيريا، والبكتيريا كمان اللي بنسميها اتيبيكال اورجانيزم. ده الليفو. طب الديوريشن اخبارها ايه؟ ده الديوريشن كمان طولت اكتر، ما بقاش 8 ساعات، بقى 12 اورز، وممكن اكتر حتى، ممكن يقعد في الجسم اكتر من حكايه 12 اورز دي. فكده حلينا مشكله الطيف اللي هو السبيكترم ومشكله الديوريشن. جم بعد الليفوفلوكساسين طوروا كمان بقى، عملوا حاجات افضل اللي هو الايه؟ الموجز فلوكساسين، والاحدث منهم كلهم الجيمي فلوكساسين. طب عملوا دول ليه؟ علشان كانت عندنا مشكله تانية، ان لحد ما انا واقف كده اهو كانت حكايه الان ايروبيك بكتيريا ما كانتش بتيجي، يعني الليفوفلوكساسين كان يجيب بوزيتيف ونيجاتيف واتيبيكال لكن ما كانش يقدر على الايروب الان ايروب، لان الان ايروب انا قلت لك انها بكتيريا رخمه وبتغلس معنا في العلاج. فعملنا بقى الاثنين الجداد دول علشان نجيب كمان، يبقى هنجيب نيجاتيف وهنجيب البوزيتيف وهنجيب الاتيبيكال بكتيريا وهنجيب كمان عليهم، يعني ده الاضافه بقى، الان ايروبيك بكتيريا. كويس. من هنا بقى بدا العلماء قالوا يبقى كده احنا لما نيجي نتكلم على الفلوروكينولونز، عشان بقى ايه يبقى الكلام مرتب، يبقى ما ينفعش نتكلم عليهم كعيله كده، لا لازم نقسمهم اجيال او جينيريشنز علشان كل جيل يتميز بخصائص معينه. فجرى العرف على تسميه ان النالديكسيك اسيد ده هو ده الاب ده اللي اكتشف في ايه في 1962، قالوا ده يبقى الفيرست جينيريشن، يبقى ده اول جيل. وهذا النالديكسيك اسيد ما بيستخدمش في الطب كتير، اللهم الا في بعض حالات اليورينري تراكت انفكشن، انما ما بيستخدمش في علاج سيستميك انفكشن. ياتي بعده النورفلوكساسين والسيبروفلوكساسين مع بعض كده، دول يبقوا جيل تاني او سكند جينيريشن. كويس، لان هما صفاتهم قريبه من بعضها،
في كونهم شغالين على الجرام نيجاتيف بكتيريا. ثم الليفوفلوكساسين ده بما انه بقى بدا يجيب البوزيتيف والاتيبيكال فاختلفت صفاته، فاحنا هنسميه بقى ثيرد جينيريشن، ده الجيل الثالث ليفوفلوكساسين. طب وبقى اللي بداوا يجيبوا الاد ايروبيك بكتيريا دي صفه بقى اضيفت كمان، فيبقى نفصل بقى المجزي والجيم فلوكساسين ونخليهم الجيل ايه، الجيل الرابع. يبقى انا كده عندي فور جينيريشنز من الفلورو او من الكينولونز عموما، لان العيله كلها اسمها كينولونز. عندي الفيرست جينيريشن اللي هو النالديكسيك اسيدز، وعندي السكند جينيريشن نورفلوكساسين. انا بدي لك امثله وبدي لك تطور زمني، انما مش دول بس، ده في غيرهم كتير. نورفلوكساسين وسيبروفلوكساسين دول سكند جينيريشن، ليفوفلوكساسين ده ثيرد جينيريشن، موكزي وجيميفلوكساسين ده فورث جينيريشن. هتلاحظ ان كلهم المختلف فيهم المقطع الاولاني اللي بيسموه البريفكس، يعني نور فلوكساسين نور مثلا، سيبرو ليفو ده مختلف فيهم كلهم. انما الحرفين اللي في الوسط هتلاحظ ان اف ال، يعني مثلا نور فلوك زا سين، او الاف ال دي الفلورايد يا شباب، يعني الفلورايد اللي حطوه ده قالوا عشان نكرم الفلورايد اللي غير في صفاتهم وخلتهم خلى الجسم يحتفظ بيهم فتره اطول، احنا هنحط كلمه اف ال دي في كل التسميات. فيبقى المقطع الاولاني مختلف وياتي بعده حرفين اللي هم الاف ال بتوع الفلورايد، والصفكس بقى الاخراني اللي هو كلمه اوكساسين دول مشتركه فيهم كلهم. فيبقى نور فلوكساسين، سيبرو فلوكساسين، ليفو فلوكساسين اف ال ده الفلورايد، موكزي فلوكساسين، وجيمي فلوكساسين. خمسه دول يا شباب دول اشهر خمسه على الاطلاق. لو انت عايز تقول لي طب واكتر واحد فيهم بيجي في الاسئله، في الاسئله مش من حيث بقى القوه ولا لا، من حيث الاسئله احنا بنشوف اكتر واحد بيجي اللي هو السيبروفلوكساسين، يعني اكتر ام سي كيو هتشوفه هتلاقي الممتحن مستخدم سيبروفلوكساسين. فيبقى على الاقل تبقى حافظه لي كويس او السيبروفلوكساسين ده. انا اديتك كده مقدمه بسيطه عن تاريخهم وعن سبب تسميتهم وحكايه الفلورايد. عايزك بقى تبص كمان معايا على الصوره دي اللي هي فيها اللي هم الخمسه اللي على الصبوره. ده الاستراكشر يا شباب، ادنا ليديكسيك اسيد فوق اهوت على الشمال، ده اللي هو بالظل الاحمر ده الاب بتاعهم كلهم، وما كانش فيه فلورايد زي ما انت شايف. الباقي كله هتلاقي انا عامل لك بالاحمر كده اللي هي الفلورين اتوم، انا معلمها لك بالاحمر. ده اللي خلى ان ليديكسيك اسيد يبقى له قيمه بقى ويقعد في الجسم فترات طويله. فهتلاقي بدأوا النورفلوكساسين الأول، وبعدين جنبه السيبروفلوكساسين، دول متظللين بالأصفر، دول الجيل الثاني اللي هو بعد الناليديكسك على طول. يأتي بعده اللي بالأخضر تحت ده اللي هو الليفوفلوكساسين، ده الجيل الثالث اللي بدأ يجيب الجرام بوزيتيف والأتيبيكال بكتيريا. ثم الجيل الرابع والأحدث على الإطلاق اللي هو الموكسيفلوكساسين والجيمي فلوكساسين، اللي بدأ يجيبه مش بس بقى بوزيتيف ونيجاتيف وأتيبيكال، وافتكر كمان الأن إيروبيك بكتيريا. الاستراكشر اللي انت شايفه في النالديكسيك اسيد ده الحلقتين دول اسمهم باي سايكليك كور استراكشر، باي سايكليك يعني حلقتين، لما دخل عليهم الفلورايد غير من صفاتهم تماما. فكلهم فيهم كلمه ايه، كلهم زي ما انت شايف كده فيهم الفلورين اتوم اللي هي مغيرهم دول. الموليكولار ويت بتاعهم زي ما انت شايف كلهم تحت يعني بيشتغلوا في 300 وكسر 300 وحاجه، فيبقى الموليكولار ويت مناسب جدا للابزوربشن، ما فيش عندنا مشكله خالص في الابزوربشن، المولكيولر ويت صغير. البلاد برين بارير ما عنديش مشكله، وكمان لاحظ ان ما فيش فيهم او اتش، يعني ما فيش مجموعات او اتش كتير اللي كانت بتخلي المولكيول ووتر سوليبل، يبقى ما عنديش الايه العقبتين. المولكيولر ويت صغير كويس مناسب وما عنديش او اتش، يبقى كده ما تكلمنيش بقى في الابزوربشن ولا في البلاد برين بارير. طبعا ابزوربشن كومبليت 100% وبلاد برين بارير هيعدوا هيروحوا كل التيشو اللي ممكن تتخيلها. طيب يا شباب نرجع بقى بعد المقدمه بتاعت او يعني الصوره اللي شفناها كده في الاستراكشر، نرجع نشوف بقى كلامنا اللي احنا متعودين عليه اللي هو العناوين اللي احنا دايما ماشيين عليها اللي هي الكاينيتكس. ناخد الكاينيتكس نقول المعلومات اللي ممكن ممتحن يبقى واخد باله منها ويسالك فيها. الاربع عناوين المحفوظين الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن. انا هقف عند بعض النقط اللي زي ما قلت لك اللي تهمني. الابزوربشن اديني اديتك لمحه في الكيمياء ان انا ما عنديش اي مشكله في الابزوربشن خالص، لكن انا عندي مشكله بقى هنا في الموضوع الفود. المشكله دي ايه، جايه منين يا شباب؟ بيقولوا ان عيله الفلوروكينولونز دول العيله دي بتعمل كيليشن
مع الحاجات الدايفالنت كاتاينز والترايفالنت اللي المعادن يعني زي الكالسيوم مثلا، زي الايرن، زي الالومنيوم، زي المغنيسيوم، الزنك، كل ما هو ميتال ودايفالنت يعني ثنائي او ثلاثي التكافؤ الفلوروكينولون بتعمل معاه كيليشن. على طول بقى انا عارف ان انت هتفتكر العيله اللي اسمها تتراسايكلينز اللي كانت بتعمل نفس المشكله دي، بس انا هفرق لك دلوقتي ما بين عيله التتراسايكلين والفلوروكينولون. الفلوروكينولونز بتعمل كيليشن مع الميتالز زي التتراسايكلين بس بدرجه قليله يا شباب، مش زي التتراسايكلين. التتراسايكلينز كانت شرهه جدا لانها تعمل كيميكال كومبلكس لدرجه انها كانت بتروح للبون وللتيث زي ما انت شفت كده، وكانت بتعمل يولو ستينينج وبتعمل مشاكل كتير لانها شرهه جدا في انها تعمل كيميكال كومبلكسز. اما الفلوروكينولون ما هياش بنفس الشراهه بتاعه التتراسايكلين. كل الحكايه بس ان انا هنبه عليك انك لما تيجي تبلع الحبايه القرص يعني ما تشربش وراه مثلا لبن، او ما تشرب او ما تاكلش وراه زبادي لان دول هيبقى فيهم كالسيوم. او مثلا لو كان العيان بياخد ايرن للانيميا اللي عنده فنقول له والله من فضلك ما تبلعش حبايه المضاد الحيوي اللي هي الفلوروكينولون مع القرص اللي فيه ايرن لانه الاثنين هيعملوا كليشن. او مثلا لو كان عنده بيبتيك ألسر وبياخد انتاسيدز يبقى ده الملاحظات اللي بتاعتنا ان احنا نقول للعيان ما تاخدش ده مع ده. انما هل انت بقى هتسالني تقول طب هل هم هيروحوا برضو للبون ويعملوا مشاكل في البون زي ما كانت التتراسايكلين بتعمل مشاكل في البون؟ الاجابه لا، مش هيعملوا مشاكل في البون ولا حاجه، لكن ممكن وتفتكرها بقى في السايد افكت، ممكن يعملوا مشاكل في الارتيكولار كارتليج. يعني لو دي بون الكارتليج اللي هنا ده ممكن العيله دي تعمل مشكله في الكارتليج بس لكن مش في البون نفسه، ممكن بقول احيانا يعني. فبرضو كاني بغششك حاجه احتمال تحصل في السايد افكت، لكن هم مش هيعملوا حاجه في مش هيروحوا يعملوا كليشن مع الكالسيوم اللي في التيت مثلا ولا في البون. خلاص كده ده مشكله الابزوربشن او يعني الايتم الاولاني. نيجي بقى للديستريبيوشن. انا عندي ثلاثة ايتم اللي هم البلاد برين بارير تكلمني عنه، البودي فلويدز قول لي اخبارها ايه، والموضوع البلاسينتا والبريست فيدنج قول لي اخباره ايه. دايما لما تيجي تتكلم على ديستريبيوشن تكلمني عن الثلاث نقط دول اللي يهموني. البلاد برين بارير انا هعمل برضو ثلاث علامات صح لان انا قلت لك ان الموليكولار ويت مساعدني في انه يعدي بلاد برين بارير. هتسالني السؤال اللي بعده يا دكتور هما بيعدوا بسفيشنت كونسنتريشن؟ الاجابه يس، بيعدوا بسفيشنت كونسنتريشن كابابل اوف تريتنج اني سي ان اس انفيكشن. يبقى لو انا عندي مننجايتس او اي انفيكشن في البرين فهم ينفعوا تماما، ما فيش اي مشكله فيهم خالص. البودي فلويدز هم هيروحوا لكل البودي فلويدز بشكل يعني انا ممكن بين قوسين كده اقول لك ان هم اكسلنت، يعني مش بس بيروحوا، لا ده انا كمان النهارده بقول لك بيروحوا للبودي فلويدز بامتياز، يعني بيروحوا جاب اكتر من معظم الانتيبيوتكس اللي انت شفتها قبل كده. بيروحوا للبروستاتيك فلويد ودي من الحاجات الرخمه جدا انك تقول يعني البروستات دايما فيها بارير مش بسهوله ان الدواء يوصل له، لكن دول يوصلوا. بيروحوا للبلورال فلويد، اي فلويد في جسمك هيروحوا له والتيشوز كلها. هضيف لك بقى معلومه كمان جايز جبنا سيرتها مع عيله الماكرولايتس، اديني برضو هقولها لك مع العيله دي، ان مش بس بيروحوا للبودي فلويدز لا ده كمان بيتخزنوا جوه النيوتروفيلز، يعني بيستخدموا النيوتروفيل كما لو كان التاكسي. فاكر المعلومه دي انا قلتها لك مع عيله الماكرولايتس، ارجع كده للماكرولايتس قلت لك ان عيله الماكرولايد اللي هو الازيثروميسين والكلاريثروميسين والعيله دي كانت بتروح تتحوش جوه النيوتروفيل ويستخدموا النيوتروفيل كما لو كانت كارير، كما لو كان تاكسي هيوصلهم لمكان الانفكشن. فبرضه نفس القصه بتاعه هنا في الفلوروكينولون، برضه بيتخزنوا جوه النيوتروفيلز ويروحوا لمكان الانفكشن. كويس، هنا بقى انا عايز يعني بالمره طالما يعني الكلام جاب بعض وعايز انبهك لحاجه مهمه جايز مش مكانها قوي انما هي يعني احنا اتكعبلنا فيها. عايزك تفرق ما بين كلمه هاف لايف لما حد يسالك يقول لك الهاف لايف كام، وما بين كلمه ديوريشن اوف اكشن، لان ممكن حد يلعب بيك الكوره في الموضوع ده ودايما حتى انت تتلخبط ساعات، ونلاقي طلبه كتير يسالونا في موضوع الايه بتلخبطين ما بين كلمه هاف لايف او بلازما هاف لايف وكلمه ديوريشن اوف افكت. انا هرجع اعيد لك الكلام اللي انا شرحته في الفيديو بتاع زمان بتاع المجموعات الفيديو بتاعه الشابتر بتاع الجنرال برينسيبلز. الهاف لايف يا شباب المقصود بيها زمن وجود الدم في البلازما. فانا مثلا ممكن اجيب لك السيبروفلوكساسين ده كمثال، مثلا اكلمك عنه اخده كمثال او الليفو حتى، هقول لك ان السيبروفلوكساسين ده
بقعد في البلازما 3 اورز، يبقى هو اما ابلع القرص يفضل في دمي لمده 3 ساعات. انت بقى تسالني او انا اسالك، طب وبعد 3 ساعات راح فين؟ ما هو انا هنا بقى السؤال، هل بعد 3 ساعات سابني ونزل في اليورين زي ما عمل النورفلوكساسين؟ النورفلوكساسين كان بيعمل كده، كان بيقعد في جسمك 3 ساعات ويسيب جسمك وينزل في اليورين بعد 3 ساعات. انما مثلا السيبروفلوكساسين هو هيقعد في دمك 3 ساعات لكن هيروح يتخزن في النيوتروفيل ويقعد فيها لمدة 8 اور، يبقى ده اسمه ديوريشن اوف افكت، لانه ساب البلازما وما خرجش من جسمي، ده ساب البلازما وراح للتيشو، راح للنيوتروفيل، راح لمكان تاني جوه جسمي برضه. فيبقى كده ده نسميه ديوريشن اوف افكت. هطبق لك برضه نفس الكلام على الليفوفلوكساسين. عارف الليفو ده؟ بقعد في دمي 3 او 3 ونص ساعة، 3 ساعات ونص بس، يعني ابلع قرص الليفوفلوكساسين تقدر حضرتك تشوفه في دمي لمدة 3 ونص ساعة او ممكن ماكسيمم 4 ساعات. طب وبعد الاربع ساعات؟ عارف الليفوفلوكساسين ده بعد 4 ساعات يروح يتخزن في النيوتروفيل ويروح الايه المكان اللي فيه انفكشن او انفلاميشن، يقعد في المكان اللي فيه انفلاميشن او انفكشن لمدة 24 ساعة. ده بنسميه ديوريشن اوف اكشن. من هنا هقول لك بقى ان الحاجات دي اللي هي الجديده بقى الليفو والموكس اللي هو الثيرد والفورس جينيريشن، انا بدي حبايه واحده يوميا، يعني وانس بير داي 500 ملي جرام في اليوم. هتقول لي الله ما هو كان يجب يتاخده كل 3 ساعات، اقول لك اه انت كده بتتكلم على الهاف لايف. انا هنا الهاف لايف ما تلزمنيش ولا هتكلم عنها خالص، انا اللي يلزمني كلمه ديوريشن اوف اكشن. هل المضاد الحيوي خرج من جسمي ولا لا؟ لا ما خرجش من جسمي، ما زال في الجيه في الجسم وما زال شغال، يبقى دي اسمها ديوريشن اوف اكشن. ساعات بيطلقوا عليها الحكايه دي، ساعات بيقولوا عليها كده مصطلح اسمه بوست انتي بايوتيك افكت، هتسمعه كتير قوي. كلمه بوست انتي بايوتيك افكت يعني ايه؟ يعني الانتي بايوتيك ساب الدم وراح فين؟ هو ساب الدم وراح لمكان الانفكشن، قعد في مكان الانفكشن ساعه 2 10. يعني انت حضرتك تيجي تبص كده تاخد عينه من البلاد عندي ما تلاقيش الانتيبيوتيك، تلاقيه اختفى بعد 3 او 4 ساعات. انما هو راح قاعد في التيشو او قاعد في النيوتروفيل فتره اطول 24 ساعه، فيبقى ده اسمه بوست انتيبيوتيك افكت. بوست انتيبيوتيك يعني ايه؟ يعني هو اختفى من دمك لكن مازال شغال، لانه يعني خرج من الدم وراح قاعد في حته تانية. كويس، سميها بقى بوست انتيبيوتيك افكت، سميها ديوريشن زي ما تحب، انما تبقى عارف الفرق ما بين كلمه بلازما هاف لايف وكلمة duration of drug effect، لأن ده concept ما يصحش أبدا إنك تبقى طالب في طب ومش عارف الconcept ده، الفرق ما بين كلمة plasma half-life و duration of A of effect. أحيانا بعض الأدوية يا شباب يبقى half-life بتاعها ساعة أو ساعة ونص، إنما هي بتسيب البلازما بعد يعني تفضل ساعة ونص وبعدين تروح مثلا زي مثلا ارجع كده للأدوية بتاعت الثيرويد، الأدوية اللي اسمها anti-thyroid drugs، كان في دواء مثلا اسمه بروبايل ثيوراسيل او الثاني ده الكاربيمازول، كان بيقعد في الجسم مثلا في البلازما يقعد مثلا ساعة ونص او ساعتين، انما يسيب البلازما ويروح يقعد في الثيرويد بقية اليوم، يبقى هو كده ما سابنيش وخرج، لا ده سابني، ساب البلازما وراح قعد في مكان تاني هيشتغل فيه، يبقى ده اسمها duration of drug effect مختلفة، ده concept وده concept. اتفقنا؟ انا بس شرحت لك دي لانها جد ايه بمناسبة ان الفلوروكينولون بتتخزن في النيوتروفيل وبتروح تتخزن في التيشو، فده يبقى اسمه ديوريشن اوف افكت. كويس، ده مختلف عن كلمه، عشان لما تيجي تقرا في الكتب ويحط لك جدول ويقول لك الهاف لايف بتاعتهم كلهم تلاقي كاتب لك عليهم كلهم كلمه 3 اورز، كلهم كتب بتعمل الحكايه دي تقول لك الهاف لايف 3 ساعات، لا هو 3 ساعات اه هو بيتكلم على البلازما هاف لايف زمن وجودهم في البلاد، انما ما بيتكلمش على زمن وجودهم في التيشو نفسه او في الجسم او البوست انتيبيوتيك افكت. نرجع للفارماكوكاينتيك ونكمل بقى، احنا خلصنا كده الايه البودي فلويدز، اكلمك على البلاسينتا، كنت واقف على البلاسينتا والبريست فيدنج. اه بيروحوا بيعدوا البلاسينتا وبينزلوا في البريست ميلك. هل هتقول لي طيب وده هيضر الجنين يعني؟ اه يس، الاجابه اه في ضرر، فمن فضلك ما تكتبش عيله الفلوروكينولون لست بريجننت ولا ست لاكتيتنج بترضع. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي هنقول لك في الادفيرس افكت ان هم زي ما بيعملوا كليشن للكالسيوم كده، هم ايوه مش هيعملوا مشكله في البون ولا في التيث، لكن هناك خطوره على الكارتليج بتاع اللي هو الغضاريف بتاعه المفاصل، يبقى ممنوع تكتب كينولون لواحده بريجننت ولا بريست فيدنج.
انا كده كلمتك على الثلاثة ايتم، يبقى بلاد برين بارير عملنا علامه تمام، بيروح يعالج اي مننجايتس، بودي فلويدز اكسلنت، ومش بس كده وبيروحوا يتخزنوا في التيشو ويبقى لهم بوست انتيبيوتيك افكت اللي انا شرحته لك، ثم البلاسينتا والبريست فيدنج بيعدوا هنا وبيعدوا هنا، وفي خطوره على ايه الجنين وممنوع، يبقى كونترا انديكيتد في الايه في البريجننسي والبريست فيدنج. نيجي على الميتابوليزم، ما عنديش ملاحظات. الميتابوليزم النهارده هقول لك ليفر وهسكت خلاص، ليفر وانتهينا، ما عنديش اي ملاحظه في الميتابوليزم. انما انا عندي ملاحظه في الاكسكريشن، لان كل عيله الكيدولونز كلها بتنزل رينال، يعني الاكسكريشن مينلي رينال بنسبه مثلا ممكن نقول 90% بينزلوا عن طريق الكيدني. طيب بينزلوا عن طريق الكيدني، اسالني انت بقى يا ترى بينزلوا عن طريق الكيدني متكسرين يعني ميتابولايتس ولا ان تشينجد، لان دي هتفرق. لا هجاوبك، هما بينزلوا رينال وان تشينجد. ان تشينجد يبقى انت على طول هتقول لي يبقوا هما هايلين جدا في علاج اليورينري تراكت انفكشن، لان كون الدواء بينزل بهاي كونسنتريشن في اليورين والدواء بينزل زي ما هو كده بدون ما يتكسر مش ميتابولايت، يبقى هايل جدا في علاج اليورينري تراكت انفكشن. كويس، بس احنا بقى هنستثني من القاعده دي واحد فقط ما بينزلش عن طريق اليورين ولا يصلح استخدامه لعلاج اليو تي اي، ولو في ممتحن دايس على قلبه قطر بقى وناوي يضيع منك درجة، اقسم لك انه هيضيعها في الحتة دي، لانه هيجي يقول لك ايه مين من دول، من يعد لك الخمسة دول في الام سي كيو، يقول لك مين فيهم ما ينفعش اعالج بيه يو تي اي، قول له اللي ما ينفعش الموكسي فلوكساسين، ده هو اللي انا معلم عليه. الموكسي فلوكساسين الوحيد اللي ما بنزلش في اليورين بسفشنت كونسنتريشن، بيخرج من الجسم نون رينال روت. نون رينال يعني بايه؟ بحاجات تانية، بينزل عن طريق الليفر وعن طريق هنا وهنا. بيفكرنا بدواء كان من عيله التتراسايكلين كان اسمه دوكسي سايكلين، وانا يومها قلت لك برضو ان الدوكسي سايكلين ده هو من عيله التتراسايكلين الوحيد اللي ما بينزلش عن طريق اليورين، بينزل نون رينال روت عن طريق البايل وحاجات تانية، ويوم قلت لك حتى في التيرز. فيبقى تاخد بالك من الاكسبشنز دي، لو جاب لك عيله التتراسايكلينز يقول لك مين منهم الوحيد اللي ما بينزلش عن طريق اليورين، قول له الدوكسي سايكلين. لو جاب لك عيله الفلوروكينولون يقول لك كلهم بينزلوا عن طريق اليورين وكلهم هايلين جدا في علاج اليو تي اي، يقول له لا مش كله، ما عدا الموكسي فلوكساسين ده الوحيد اللي ايه ما بينزلش عن طريق اليورين، ما ينفعش خالص اعالج بيه يورينري تراكت انفكشن. اديني بحط لك ايدك على الاماكن الضعف اللي ممكن اي حد يصطادك فيها. خلصنا كده الفارماكوكاينيتكس، الحاجات الاساسيه، ندخل على الميكانيزم اوف اكشن. والميكانيزم يعني انا ممكن اختصره لك في كلمتين بس. العيله دي يا شباب الميكانيزم بتاعها ميكانيزم اوف اكشن، العيله دي بتعمل انهيبيشن لمجموعه انزيمات هكلمك عنها باختصار كده اسمها توبو ايزوميريز، توبو ايزوميريز انزيم. التوبو ايزوميريز يا شباب احنا عندنا اربع انواع من التوبو ايزوميريز، نوع اسمه توبو ايزوميريز رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم اي في اللي هو 4. احنا يعني ما نعرفش في العلم لحد النهارده غير الاربعه دول، جايز مع الوقت نكتشف 5 و6 وكتير جايز، انما احنا نعرف الاربعه دول. رقم 2 ده في البكتيريا يبقى اسمه جايريز انزيم، يعني هو التوبو ايزوميريز رقم 2 لكن في البكتيريا يبقى اسمه جايريز انزيم، لكن عندي انا وعندك في خلايا الهيومن سيلز ما اسموش جايريز، اسمه توبو ايزوميريز رقم 2. عموما عيله التوبو ايزوميريز دي موجوده في كل الكائنات الحيه، جميع خلايا الدنيا الليفنج سيلز فيها التوبو ايزوميريز ده. اللي بدا اكتشافه كان بدايه اكتشاف التوبو ايزوميريز ده هو اللي هو رقم 1 ده، اكتشفوه 1970، يعني ده اول مره يعرفوا ان في انزيمات اسمها توبو ايزوميريز كان في 1970، وكانوا فاكرين هو انزيم واحد. مع الوقت اكتشفنا كمان واحد تاني وتالت ورابع، فبقوا 4. طيب ايه الاول بقى كده؟ انا يكفيني جدا، يكفيني خالص انا كفارماكولوجي انك تقول لي ان عيله الفلوروكينولون بيعملوا انهيبيشن لنوعين من التوبو ايزوميريز، النوع ده هو رقم 2 والنوع رقم 4 بس، يعني يكفيني جدا كده تقولها كده وتحط نقطه وانا هكتفي. انما افرض ان واحد بوشنجيو انك تديله يقول لك يعني تكلمني عن يعني التوبو ايزوميريز يعني حتى في الميكروبيولوجي، يعني جايز حد كده يضغط عليك ويقول لك ايه وظيفتهم التوبو ايزوميريز، ايه وظيفته يعني الانزيم ده وظيفته ايه بالظبط، بيعمل ايه في الدي ان ايه اللي خلى إيه الادويه دي تعمل انهيبيشن والبكتيريا تموت بسببهم، ايه يعني ليه بيعملوا ايه، ايه اهميتهم يعني.
انت عارف يا انتوا عارفين يا شباب ان الدي ان ايه احنا بنرسمه دبل هيليكس مش كده؟ بنرسم الدي ان ايه دايما دبل هيليكس بالشكل ده. الدي ان ايه عشان يصنع بفكرك تاني اللي انا بقوله ده ده اكستنشن يعني ده كلام سبليمنتري توبيك يعني يعني اضافي مش مطلوب منك خالص انما ان عرفته كتر خيرك ما عرفتوش خلاص متشكرين مش عايزينه منك. الدي ان ايه اللي هو الدبل هيليكس ده بيبقى سوبر كويلت يعني بيبقى مش 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 شريط كده لا بيبقى شريط كده ومتكوم على بعضه زي بكرة الخيط بالظبط عشان ما ياخدش سبيس في النيوكليس او في الحيز اللي هو فيه. علشان نصنع ار ان اي من الدي ان اي ما نعرفش نصنع ار ان اي والدي ان اي ملفوف على بعضه كده لازم حضرتك تفك الدي ان اي من بعضه يعني الشريطين دول يتفكوا يبقوا ايه كده يبقوا وبعدين ممكن يبقى اهو كده مثلا او يلفوا تاني انما الجزئيه دي ده هي اللي انا عايز اصنع منها ار ان اي لازم تتفك بالشكل ده يعني تتفرد من بعضها كده. الكلام على السبوره سهل قوي انك انت تقول لي طب ما هو المفروض لا انت لو جيت لو تخيلت يعني ان انت عندك خيط مبروم على بعضه يعني متضفر على بعضه كده وتجرب انك انت تاخد الخيط ده تحاول تفرقه كده من بعضه هتلاقيه بتكعبل بعد شويه. انا يعني هحاول اقربها لك. انا جايب ايه ضفيره كده ده هنمثل ده كانه دي ان ايه. الدي ان ايه ما بقاش شريط كده في لا ده بقى زي ما قلت لك بقى سوبر كويلد يعني ملفوف كده على بعضه زي الكوره علشان ما ياخدش حيز. طيب الدي ان ايه ملفوف اهو هنفرض ان المنطقه دي ده هي انا عايز اعمل منها اصنع منها ميسنجر اعمل ترانسكريبشن لميسنجر ار ان ايه هحتاج افكها. طيب نجرب نفك كده لو انا حاولت افك كده ها اه افك شوف اللي هيحصل شوف اللي هيحصل مش قادر انا مش قادر اضغط هيتقطع مني شوف اهو بدا كمان حتى بدا الدي ان ايه يلف مع خلاص انا دي اخر نقطه عندي ليه لانه محتاجين انزيم يعمل ريلاكسيشن للدي ان ايه يعني يفك الدي ان ايه من بعضه كده كويس. الانزيمات اللي بتفك الدي ان ايه وتعمل له ريلاكسيشن كده علشان بعد كده انا اجي انا دلوقتي عملت ريلاكسيشن اهو انا كده دلوقتي لو مشيت كده بالراحه هتلاقي يتفك معايا عادي جدا. شوف كل ما بضغط اكتر الدي ان ايه بيلف معايا من تحت او اللي تخلي الدي ان ايه يلف كده اهو كده اللي بيخلي بقى الدي ان ايه ريلاكسد وما يتكومش على بعضه وما يتكلكعش ولا يتعقد هي العيله بتاعه التوبو ايزوموريز انزيم اللي هم الاربعه اللي هم اللي انا كتبتهم لك دول. بدونهم لو عطلت واحد فيهم الدي ان ايه ما يبقاش ريلاكسد فتيجي البكتيريا تفرق الطرفين من بعض عشان تصنع ار ان ايه ما تعرفش لانه هيتكلكع زي ما انت شفت كده في الايه في المنظر اللي انا وريته. فيبقى التوبو ايزوموريز مهم جدا للريلاكسيشن اوف ذا دي ان ايه عشان عمليه الايه الترانسكريبشن. لما تيجي حضرتك تعطل لي اتنين من الاربعه يبقى انت كده بتحكم على البكتيريا او على الخليه دي بالاعدام لان الدي ان ايه اللي فيها مستحيل هيعرف يصنع ار ان ايه خالص ولا البكتيريا هتعرف تعيش. فيبقى عيله الفلوروكينولون توصف بانها بكتيري سايدل طبعا قولا واحدا يعني بكتيري سايدل لانها شغاله على الخزنه الكبيره نفسها على الدي ان اي نفسه منع ان الدي ان اي يعني نيجي انه يصنع ار ان اي. هي شغاله على زي ما قلت لك عامله انيبيشن للنوع الثاني والرابع. لو عايز تزود لي معلومه من عندك يبقى كتر الف خيرك لو قلتها انه اما بعطل الرقم 2 ده اللي اسمه جايريز ده اكتر بيحصل في الجرام نيجاتيف يعني عيله الفلوروكينولون بتعطل توبو ايزوموريز رقم 2 فين اكتر في الجرام نيجاتيف وتيجي على الجرام بوزيتيف يبقى بتعطل رقم 4. يبقى هي بتعمل انيبيشن لتوبو ايزوموريز رقم 2 و4 رقم 2 اكتر يحصل في الجرام نيجاتيف رقم 4 التعطيل يحصل اكتر في الجرام بوزيتيف. السؤال اللي بعده اللي انت ممكن تساله لي هل ممكن بقى انا الدي ان ايه اللي عندي يتاثر يعني انا بما ان انا خلايا كل الخلايا الحيه في الدنيا فيها توبو ايزوموريز انزيم هل ممكن بقى عيله الفلوروكينولون تشبك في التوبو ايزوموريز عندي وتعمل انهيبيشن برضو للار ان اي والدي ان اي؟ ممكن ده اجابه صادمه طبعا ممكن بس عشان تعمل عندي انا في خلايا جسمي انا انهيبيشن للتوبو ايزوموريز احنا محتاجين كونسنتريشن مئات الاضعاف للكونسنتريشن اللي انا بموت بها البكتيريا. يبقى كده خلاص خلصت القصه. يبقى انا بستخدم الايه الفلوروكينولون بكونسنتريشن بسيطه جدا جدا هتموت البكتيريا عشان انا بقى اثر على الحاجات الانزيمات اللي عندي انا محتاج كونسنتريشن اضعاف مئات الاضعاف فخلاص مفيش مشكله خالص يعني ما تخافش انه ياثر على التوبو ايزوموريز اللي عندنا.
ده كده من حيث الميكانيزم اوف اكشن. شرحناه لك وقلنا لك ان هم اوعى تنسى ان هم بكتيري سايدل، اوعى تغلط وتقول بكتيري استاتيك لحسن الناس تضحك عليك. فلوروكينولون اقوى من اقوى الانتي بايوتكس اللي موجوده على وجه الارض، شغال على الدي ان اي وذيار بكتيري سايدل طبعا. بعد الميكانيزم اوف اكشن احنا متعودين نقول ايه؟ السبيكترم، مش كده؟ السبيكترم هنقوله ونطلع منه اليوزز، هن دايما نكتب السبيكترم ونطلع الاستخدامات بناء على السبيكترم. هنحتفظ بنفس الترتيب ده شباب ونكتب الخمسه زي ما هم كده اهو. هنكتب هنا نورفلوكساسين، ده اهو نورفلوكساسين الاولاني، ثم سيبروفلوكساسين. انا كده بتكلم في السبيكترم كويس، وبعدين هقول لك الريزيستنس بعد شويه. سيبروفلوكساسين، وهنا ليفوفلوكساسين، ليفوفلوكساسين، موكسي فلوكساسين، وجيمي فلوكساسين. احتفظنا بنفس الترتيب اللي احنا ماشيين به. دول كده يا شباب السبيكترم ماشي كده اهو، يعمل سهم كده عليهم كلهم. السهم ده ماشي من نيجاتيف الى بوزيتيف. اظن كده مش محتاجين تفسير كتير، يعني دول يبقى النورفلوكساسين اكتر على النيجاتيف. كل ما بتمشي الناحيه دي بتجيب البوزيتيف شويه، يعني بتاخد مع البوزيتيف تفضل كده لحد ايه، يعني ماشيين من النيجاتيف للبوزيتيف. يبقى الليفوفلوكساسين والموكسيفلوكساسين والجيمي شغلتهم اكتر على البوزيتيف، في حين ان السبرو والنورفلوكساسين الطيف بتاعهم او السبيكترم ناحيه الجرام نيجاتيف. هذا اول معلومه تاخد بالك منها، دي المعلومه الاولانيه كويس. هتيجي عند الثيرد جينيريشن الليفوفلوكساسين اللي هو بدا يجيب البوزيتيف بقى، وتاخد خط كده، ده كمان بدا يجيب الاتيبيكال. يبقى الاتيبيكال بكتيريا اللي هي الكالم ماي ليج بدات تيجي من اول هنا، دول ما يجيبوش اتيبيكال بكتيريا يا شباب. السبرو ولا النورفلوكساسين ما لهمش في القصه دي، دول شويه جرام نيجاتيف وخلاص. انها من اول الليفو بدانا نجيب نيجاتيف وبوزيتيف والاتيبيكال. طيب كويس كده، تيجي بقى من اول الجيل الرابع كده اهو، تضيف لي كمان الكلمه الان ايروبيك بكتيريا. يبقى الجيل الرابع بدا يجيب نيجاتيف وبوزيتيف واتيبيكال، وزود عليهم كمان الان ايروبيك بكتيريا. ده كده السبيكترم بتاع عيله الفلوروكينولون. طبعا من السبيكترم كده انت تقريبا مش يعني انت مش سايب حاجه، يعني انت تقريبا عامل كفرنج لمعظم البكتيريا، يعني عامل كفرنج للجرام نيجاتيف والبوزيتيف والاتيبيكال والانيروب كله. فلما اجي بقى للايه، لليوزز بعد شويه، إيه انت ممكن تقول اي انفكشن، اي انفكشن تخطر على بالك هقول لك ينفع، ما اقدرش اقف لك. وحتى لو جيت تقول لي مننجايتس اقول لك اه بيعدوا بلاد برين بارير يعني. فمش هنطول كتير في الاستخدامات بتاعتهم، انما هنقف عند بعض الحاجات. قبل بس ما اسيب الجزئيه دي، عايز اقول لك ان مع الوقت بقى عيلة الفلوروكينولون ممكن البكتيريا تكتسب منها ريزيستنس، بس مش بسهولة، يعني مش بسهولة الأدوية بتاعت البروتين. يعني مثلا التتراسايكلينز والكلورامفينيكول البكتيريا خدت منهم مناعة بسهولة جدا، لأنك بتعمل بس موديفيكيشن للريبوزوم خلاص. إنما عشان تعمل بقى ميوتيشن في الجايريز إنزايم والتوبو أيزوبريزز محتاجة وقت شوية، بس بتحصل يعني مع الوقت بيحصل. كلمة point mutation، point يعني حاجات، يعني تحوير بسيط كده، point mutation يعني طفرات في البكتيريا في الايه، في موضوع الجايريز والتوبو ايزوبريز، تخلي البكتيريا تقاوم الايه الفلوروكينولون. لحسن الحظ ان ما زالت العيلة دي يعني قاسية جدا على البكتيريا، مش كتير خدوا منها resistance، ما زالت شغالة كويس قوي. نيجي بقى للثيرابيوتيك يوزز بتاعت العيله الفلوروكينولونز. ثيرابيوتيك يوزز يا شباب زي ما قلت لك كده، انا مش هطول معاك في الايه انواع الانفكشن، يعني مش هنقعد نعد انفكشن، انما انا هوصيك بس نوع من التوصيات. يعني هوصيك اقول لك ان العيله دي رائعه جدا، رائعه في اليو تي اي يورينري تراكت انفكشن، خصوصا النورفلوكساسين والسيبروفلوكساسين. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان سببين. السبب الاولاني ان هم بعد ما تبلع القرص سواء من ده او من ده كان بيقعد في دمك 3 ساعات وينزل بهاي كونسنتريشن في اليورين، وكانوا بينزلوا اون تشينج، يعني الدواء زي ما قلت لك ما بينزلش متكسر، ما بينزلش ميتابولايت، بينزل زي ما هو كده، فرائعين جدا كويس. هضيف لك بقى سبب تاني، ان اليو تي اي بتحصل دايما ببكتيريا جرام نيجاتيف في 90% من الأحوال، وأكتر من 90% كمان،
ان البكتيريا اللي بتعمل يو تي اي بتبقى جرام نيجاتيف، ودول نورفلوكساسين وسيبروفلوكساسين اساتذه على الجرام نيجاتيف بكتيريا. فيبقى اذا انا بوصيك ان ايه، ما تنساش ابدا في الاستخدامات بتاعه الفلوروكينولون تقول لي يو تي اي. اتنين، هوصيك برضو بكلمه ريسبيراتوري تراكت انفكشن، لانه لما بيحصل لي انفكشن في اللنج، نيومونيا مثلا ولا برونكايتس ولا اي حاجه في البلورة، انت بتبقى عايز دواء متحمل على النيوتروفيل. يعني ده مهم جدا، يعني لما يحصل لي انفكشن في اللنج احسن دواء تدهولي هو الدواء اللي بيركب النيوتروفيل ويستخدمها زي التاكسي. العيلتين، عيله الماكرولايتس والعيله بتاعه الفلوروكينولون، لدرجه ان الليفوفلوكساسين والموكزي والجيمي اللي هم من جيل ثالث ورابع بيسموا دول، بيسموهم ريسبيراتوري كينولونز. ريسبيراتوري لان هم متخصصين في علاج الريسبيراتوري تراكت انفكشن، من ناحيه لان هم زي ما قلت لك بيركبوا النيوتروفيل ويستخدموها زي التاكسي ويروحوا لللنج. نمره 2، انه غالبيه الباثوجنز اللي بتعمل بتاع ده ريسبيراتوري تراكت انفكشن بتبقى جرام بوزيتيف، وممكن تبقى اتيبيكال. يعني انا قلت لك ان ممكن تحصل نيومونيا بالمايكوبلازما وبتغلبنا وما بنعرفهاش، ممكن تحصل نيومونيا بالليجيونيلا اللي كانت بتيجي من التكييفات دي، فدول كلها حاجات اتيبيكال. طب مين اللي بيجيب اتيبيكال؟ دول اللي هو الجيل الثالث والرابع، يبقى هم سموهم ريسبيراتوري كينولون لهذا السبب. نمره 3، ما تنساش ابدا الاوستيومايلايتس. اوستيومايلايتس كويس، دي من الحاجات المهمه جدا، لان عيله الكينولون بتروح للبون بكميات كويسه، يعني بتروح لان البون حاجه ايه فاسكولر، ومش بسهوله ان دواء يروح للبون، انما عيله الكينولون بتروح للبون بسفيشنت كونسنتريشن تعالج الاوستيومايلايتس. نمره 4، المينينجايتس. كويس، يعني انا بوصيك بالاربع حاجات دول. و5، ما تنساش ابدا اي حاجه اتيبيكال بكتيريا. يعني مثلا انا عندي نمونيا مايكوبلازما ولا ليجيونيلا ولا كلاميديا، كل ده يتعالج بالكينولون. انما افرض بقى انك انت هتسيب اللي على السبوره ده كله وهتقول لي وهتالف اي انفكشن، ما اقدرش اكلمك. انا كنت اقدر اقفلك وانت بتتكلم في تتراسايكلين، لو جبت تتراسايكلين كده وتيجي تقول لي مثلا بعالج بيها من انجايتس، لا اقفلك اقول لك ما ينفعش. تتراسايكلين عمرها ما تعالج من انجايتس ولا هي بالقوه دي ولا الحاجات الضعيفه دي. انما هنا لا، انت ممكن تقول اي انفكشن في الدنيا وانا ما اقدرش ان انا اغلطك فيها، لكن مش هسامحك لو نسيت دول. يعني انت ممكن مثلا تقعد تالف اي انفكشن كده في الامتحان، انما انا هبص كويس قوي انت افتكرت دول ولا لا، افتكرت لي اليو تي اي ولا لا، لان دول مميزين جدا في اليو تي اي، افتكرت ريسبيراتوري تراكت انفكشن ولا لا، لانه اصلا دول اسمهم ريسبيراتوري كينولون. منين يبقى اسمهم ريسبيراتوري كينولون وتيجي تنسى تكتب لي ريسبيراتوري تراكت انفكشن؟ اوستيومايلايتس لان دي حاجه يعني صعب علاجها جدا، فكون انتي بايوتيك يروح للبون بسفيشنت كونسنتريشن ويعالج اللي هي الديب انفكشن دي، مش هسامحك لو نسيتها. المينينجايتس حاجه يعني مهمه جدا، لان طبعا المينينجايتس قولا واحدا بتعالج ببنسلين، لكن ما هو في ناس عندها حساسيه للبنسلين، هتقولي كيفالوسبورين مش هينفع برضه، لان اللي عنده حساسيه للبنسلين هيبقى عنده حساسيه للكيفالوسبورين. هم دول رقم واحد في المينينجايتس، بنسلين وكيفالوسبورين. طب لو في حساسيه بقى للبنسلين وكيفالوسبورين، على طول هتقولي طيب خلاص العيله الفلوروكينولون بتعدي بلاد برين بارير وتقدر تعالج المينينجايتس كويس جدا. الحاجات الاتيبيكال زي ما قلت لك، هتقولي الاتيبيكال كان نمره واحد فيها الماكرولايتس، برافو نمره واحد ماكرولايتس، لكن افرض ان في سبب يمنع استخدام الماكرولايتس، يبقى ايه الالترناتيف اللي عندك؟ ايه خط الدفاع الثاني؟ ايه الباك اب بلان بتاعتك؟ هو ده عيله الايه الفلوروكينولون، ده البديل بتاعك. يبقى ما تنساش الخمس استخدامات اللي على السبور. طيب نوصل بقى في الاخر خالص للادفيرس افكتس والكونترا انديكيشن، واحاول ان انا الخص لك الكلام ده كله في جدول صغير كده في الاخر خالص. نيجي للادفيرس افكت يا شباب. الادفيرس افكت بقى انا عندي نمره واحد حاجات مميزه كده. العلك الفلوروكينولون بتعمل ماسكولوسكليتال ادفيرس افكت. ماسكولوسكليتال يعني حاجات هيكليه. طبعا انت اول مره تسمع دي، وانا عايزك تبقى عينك زي الصقر كده وانت بتذاكر، وتعرف ان كل انتي بايوتيك او كل عيله مميزه جدا، يعني ان ما كانتش مميزه في اليوزز فهي يعني 100% مميزه في الادفيرس افكتس اللي بتعملها. يعني بقول لك جراي بيبي سندروم،
وقلت لك المره اللي فاتت مش هتسمع عن جري بيبي سندروم في الدنيا كلها غير مع الكلوروكينولون. النهارده بقى هنسمع عن حاجات جديده اول مره نشوفها. عيله الفلوروكينولون زي ما قلت لك بما ان فيها فلورايد وبتعمل كليشن كده، بتربط في بتحب تعمل كليشن مع الكالسيوم، فبتعمل لنا مشكله في الكارتليج اللي هي، بس مش الكارتليج بتاعتي ولا بتاعتك، لا الجروينج كارتليج بتاع الطفل الصغير اللي لسه بتتكون، بتعمل حاجه اسمها ارثروباسي. ارثروباسي، ارثرو يعني مفصل، ارثروباسي يعني ضرر او باثولوجي او مرض حصل في الارتيكولار كارتليج. تيجي كده على البون مثلا، ادي البون اهو وادي الكارتليج، تلاقي حصل حاجه بيسموها ايروجن. ايروجن يعني تلاقي الكارتليج كله بيتاكل يعني كده. الحكايه دي يا شباب اول ما لاحظوها، لاحظوها في الانيمالز يعني في الاكسبيرمنتال انيمالز، يجوا على الفيران الصغيره ويدوها كينولون، يلاحظوا ان الفار مش عارف يمشي والمفصل عنده بيتجنب يمشي على بعض الحاجات يعني ليمبنج بعرج، فلقوا انه اما خدوا سامبلز لقوا ان الكارتليج فيه ايروجنز ومتبهدل. فمن هنا قالوا طيب يبقى احنا يعني هل دي حصلت في البني ادمين؟ لحد دلوقتي ما شفناهاش، بس احنا مش هنستنى لما نشوفها. فاحنا بما انها الارثروباسي ده ثابت في الانيمالز وشفناه بيحصل في الانيمالز، فبنقول لك من فضلك بقى، ده اللي خلانا اقول لك ما تديش الكينولون لواحده لا بريجننت ولا لطفل صغير. طفل صغير يعني مثلا كانوا الاول يقولوا ايه لحد 18 سنه، وبعدين يقولوا ايه لا ممكن ل 16 سنه، وبعدين يقولوا 12 سنه، يعني كل شويه كده ايه يعملوا جايد لاينز، يقول لو ممنوع كينولون في السن يعني يجيبوها ناحيه الاطفال شويه. عموما تبقى عارف ان الكينولون في الاطفال احنا بنخاف منها عشان الجروينج كارتريج بنخاف. يعني هعيد لك تاني، هل هي ثبتت في البني ادمين؟ الاجابه لا. الارثروباسي ده الايروجن ده ثبت في الانيمالز، لكن بما انه ثبت في الانيمالز فانا باخد حذري بقى، اقول طب من فضلكم الاطفال الصغيرين ما تستخدموش كينولون، ولا الواحده حامل ولا الواحده لاكتيتنج. اتنين، انا لسه في الماسكولو سكريتر، حاجه غريبه جدا بقى نمره اتنين دي اللي هو الرابشر. رابشر يعني تفرقع التندو اكيلس. التندو اكيلس او التندوم اكيلس اللي هو الوتر بتاع الجاستروكنيميس مصر. الوتر ده ما تعرفش ليه مع يعني لو استخدمت فلوروكينولون لفتره طويله ممكن الوتر ده يفرقع زي ما انت شايف كده في الصوره، ولما ما تعرفش يعني احنا مش عارفين ليه الفلوروكينولون بتروح تفرقع الوتر، وايش معنى التندو اكيلس. يعني طبعا هو اي وتر ممكن، يعني اي تندون بتاع مصل ممكن يحصل له ايه، بسموها تندينوباثي على وزن ارثروباسي يبقى تندينوباثي. فبيحصل تندينايتس الاول، تلاقي المكان يبقى فيه انفلاميشن، ولو الشخص مش على رجله ما حاسبش ممكن يحصل رابشر للتندون، ودي علاجها في منتهى الرخامه اللي في الدنيا. عايزه سيرجري تروح بقى الجراح عظم ويجبس رجلك بقى، ممكن تتجبس فيها 6 شهور مثلا على ما الوتر يرجع او التندون يرجع لطبيعته تاني، ده ان رجع يعني. فهو عايز سيرجري. مين اكتر واحد بقى ثبت انه بيعمل التندون رابشر ده؟ هو حضره السيبرو فلوكساسين، ده اكتر واحد مشهور بالحكايه الرابشر اوف تندو اكيلس. لو جالك ام سي كيو ولك which of the following كينولونز مشهور بانه بيعمل رابشر في التندو اكيلس، هو السيبروفلوكساسين، والسبب مجهول ما نعرفوش، يعني ما نعرفش ليه عمل كده. في دي الابحاث بقى شغاله على القصه دي. طيب دي بقى ثبتت في البني ادمين المره دي، يعني ان كان الارثروباسي ما ثبتش في البني ادمين لحد النهارده، فانا بقى احلف لك ان الرابشر تندو اكيلس ثبت في البني ادمين. فاذا ما تديش بقى الادويه دي، يعني حاسب بقى مثلا لو واحد رياضي مثلا، يعني واحد لاعب كره، يعني انت مثلا ربنا فتح عليك ورحت فتحت عياده في لندن مثلا، وجالك لعيب بيلعب مثلا في اي نادي انجليزي، ولا ما تديلوش بقى الحاجات دي، لان ممكن تعمل له رابشر في التندو اكيلس يقعد فيها 6 شهور مستقبله ويروح فيها، لدرجه ان يقول لا الناس اللي هم لعيبه الكوره والكلام ده ابعدوا عنهم، بلاش عيله الفلوروكينولون، ممكن ايه تبهدل الدنيا والراجل ده مستقبله يروح بسبب الدواء اللي انت كتبته له. يبقى ده اول ادفيرس افكت كده صنفناه تحت كلمه ماسكولوسكليتال. حاجتين في الماسكولوسكليتال، حاجه حصلت في الغضاريف بتاعه المفاصل ايروجن، ودي ثبتت في الانيمال، بس انا مش هستنى لما تحصل في البني ادمين، فبقول لك امنع خالص في الاطفال. اتنين، اللي ثبت في البني ادمين بقى الرابشر بتاع التندو اكيلس ده اللي احنا مش عارفين سببه ايه لحد النهارده، بيحصل اكتر مع السيبروفلوكساسين، وبننبه عليك بنقول لك ابعد عن لعيبه الكوره، بلاش تضيع مستقبلهم، ما تبقاش انت السبب يعني. اتنين،
يبقى كده ماسكول سكليتال. 2 سي ان اس، مشاكل على مستوى السنترال نيرفس سيستم. عيلة الفلوروكينولون لما ادوها لبعض الناس لقوها انها بتزود السيجرز، السيجرز اللي هي نوبات الصرع. يعني تلاقي مثلا اللي هو مريض الصرع اللي عنده ايبيليبسي اما ياخد كينولون النوبه تجيله، يعني هو كان متعود مثلا ان النوبه بتجيله كل سنه مره، لو خد كينولون عرضه انه يدخل في النوبه بعد ما ياخد قرص مثلا بثلاث ساعات. ليه بقى؟ فوجئنا ان العيله دي عيله الكينولونز بتروح تقفل الجابا ريسبتور، جابا اللي هو جاما امينو بيوتيريك اسيد. ارجع بقى للسي ان اس كده واعرف ان الجابا ده اشهر انهيبيتوري ترانسميتر في السي ان اس، يعني نار على عالم كده. اشهر حاجه في السي ان اس بتعمل ريلاكسيشن وكالمنج وانهيبيتوري افكت هو الجابا، جابا امينو بيوتيريك اسيد. لما انت سيادتك تيجي تقفل لي الريسبتور بتاع الجابا، انت كانك بتعمل لي اكسايتيشن، لانك قفلت الحاجه اللي بتعمل لي اللي بتهديني. فلو انا مريض ايبيليبسي انا مش ناقصك، لان انا لو انا مريض ايبيليبسي هبقى عايز باستمرار ادويه تعمل لي ريلاكسيشن عشان النوبه ما تجيليش. اول بقى ما اخد عيله الفلوروكينولون تقوم قفلالي الجابا، تقوم النوبه جايه للمريض الصرع على طول. بتحصل بنسبه كام في الميه؟ 1% من الناس، يعني 1% من المرضى اللي حضرتك هتعالجهم بفلوروكينولون من كل 100 ممكن واحد يشتكي انه جات له نوبه الصرع جات له، او ان هو اشتكى من اي سي ان اس بروبلم. قد تكون مش بس مش شرط ايبيليبسي، ممكن تكون جاست سي ان اس اكسايتيشن، ممكن تكون في صوره يا اخي انه مش جاي له نوم، يعني طول الليل سهران مش جاي له نوم لان السي ان اس اكسايتد، لان انت قافل له الجابا ريسبتور. كويس، يبقى قلنا حاجتين مهمين اهم. نمره 3 بقى برضو اللي تهمنا وتاخد بالنا منها، عيله الكينولون مشتركه مع عيله الماكرولايدز في بعض الحاجات كده، اللي من ضمنها فاكر الماكرولايد لما كانت بتزود حاجه اسمها بتطول حاجه اسمها كيو تي انترفال اللي انا شرحتها لك في الفيديو بتاع الماكرولايد، وقلت لك ان اما تسمع ان في دواء بيزود الكيو تي انترفال في رسم القلب اللي هو الاي سي جي، يبقى ده معناه انها دخلني في نوع خطير جدا من الاريزميا. وقلت لك يوم ما رسمت لك كده ده الاي سي جي الويف الكاردياك سايكل كده، ده البي كيو ار اس تي مش كده؟ قلت لك المسافه اللي من هنا لهنا من الكيو الى التي، المسافه دي اسمها كيو تي انترفال، لها ديوريشن معينه طبيعيه بتبان في رسم القلب، احنا بنعرفها كده بالمربعات، بتبقى ما بتزيدش المسافه دي المفروض ما تزيدش في باي حال من الاحوال عن 450 ملي سكند، ما تزيدش عن الحكايه دي. لو زادت في خطوره بقى. الادويه دي زيها زي عيله الماكرولايد بتخلي لنا الويف عامله كده يا شباب، اهو كده اهو تمام كده، نيجي كده تلاقي التي ويف هنا اتنطرت بعيد كده، فبنقول انها هذه الادويه زودت الكيو تي انترفال. طب هل ده خطر؟ جدا، لان ده هيدخلك في النوع من الاريزم اللي انا كلمتك عنه مره واثنين وعشرة وجات سيرته، النوع اللي اسمه تورساد دي بوينت تي. طبعا انا بنطقها تورساد دي بوينت تي، انا بنطقها لانه انا سمعتها كده من استاذ انجليزي وكان شغلته التورساد دي بوينت تي، يعني كانت شغلته كده، وكان الراجل ده متخصص في الكينيدين وكانت ابحاثه كلها على النوع ده من الاريزميا اللي هو الفنتريكولار اريزميا. في ناس ينطقوها تورساد دي بوانس، في ناس ينطقوها تورساد دي بوا زي الفرنسويين كده، انما بقول لك الاستاذ الانجليزي ده انا سمعتها شخصيا منه كده تورساد دي بوينت تي. هذا النوع من الاريزميا نوع خطير جدا، ممكن يحصل فنتريكولار تاكيكارديا والعين يقع يطب من طوله، ممكن قلبه يقف ويموت نتيجه انك طولت الكيو تي انترفال. الحكايه دي مش نظري، يعني مش احنا مش مكلمه، يعني لا، في ناس فعلا خدوا بعض الكينولون وحصل لهم المشكله دي ويعني انتهوا، لدرجه ان الشركات سحبت كتير جدا من الفلوروكينولون، يعني اللي على السبوره دول موجودين في السوق، انما في قدهم في اسماء تانية اتسحبت. الشركه بعد ما نزلت الدواء سحبته تاني، لان لما عملت تجارب لقت انه بيطول الكيو تي انترفال، وممكن لو حد مات هيرفع قضيه على الشركه ياخد تعويض كبير، يعني اهله الورثه بقى ياخدوا تعويض يعني مهول من الشركه. ففي اسماء كتير جدا هتلاقيها في الكتب اتسحبت، يعني مثلا كان في حاجه اسمها تروفافلوكساسين اتسحب، تروفافلوكساسين يعني كان لحد 2016 موجود اتسحب قريب. ليه؟ لانه بيعمل مشكله في الكيو تي انترفال. هتلاقي حاجه اسمها جاتيفلوكساسين مثلا غير دول اتسحبت برضو لنفس المشكله دي، عشان بتطول الكيو تي انترفال وبتعرضني لهذا النوع الخطير جدا من الاريزم اللي اسمه تورساد دي بوينتي.
آخر حاجة بقى عايز تفتكرها يعني ربنا يفكرك بيها في الامتحان لو حصل، يعني إن نمرة 4 إنها العيلة دي بتعمل إنهيبيشن للسيتوكروم B450، يعني من الأدوية المصنفة إنها إنهيبيتور. هتحس كده إن عيلة الكينولون فيها أوجه شبه بينها وبين العيلة اللي اسمها الماكرولايتز. أول وجه شبه إنه الاتنين العيلتين كانوا مشتركين في كونهم بيتخزنوا جوه النيوتروفيل ويركبوا التاكسي ويروحوا لمكان الانفكشن، يقعدوا في مكان الانفكشن فور لونج تايم، وبالتالي بديهم مره في اليوم. كانت الماكرولايت كده برضو كانت حبايه في اليوم، والنهارده الليفوفلوكساسين وده حبايه في اليوم. ده اول حاجه مشتركين فيها. الحاجه الثانيه اللي مشتركين فيها موضوع الكيوتي انترفال، ان العيلتين كانوا بيطولوا الكيوتي انترفال. عيله الماكرولايتس كانت بتطول الكيوتي انترفال، وعيلة الكينولون بتعمل نفس المشكلة. الحاجة الثالثة اللي مشتركين فيها ان العيلتين بيجيبوا الاتيبيكال مايكرو اورجانيزم، متخصصين على الاتيبيكال، هايلين في موضوع الايه كالم مايليج اللي هي الكلاميديا والحاجات دي. فدول الثلاث اوجه شبه اللي بين العيلتين. لو حد بيسألك ايه وجه الشبه اللي بين الفلوروكينولون وعيلة التتراسايكلين، هو حاجة واحدة بس، حكاية ان هم بيروحوا يعملوا كيليشن مع الميتالز، فممنوع ان انا ابلعهم مع حاجة فيها كالسيوم او حاجة فيها انتاسيد. عايز بس انبهك واقول لك، اما لو حبيت تقارن ما بين الخمسه، يعني لو عايز تعمل مقارنه ما بين الخمسه اللي على السبوره دول بسرعه كده، زي هنحافظ على نفس الترتيب كده بتاعهم، هنا هنكتب النورفلوكساسين اول واحد، السيبروفلوكساسين 2، الليفوفلوكساسين 3، الموكزي فلوكساسين والجيمي فلوكساسين. كويس، يعني هنعتبر ده كأن خط كده، وهنعتبر ان ده جدول بنقارن بينهم. كويس، حضرتك تقول لي ان دول الاثنين دول اسمهم سكند جينيريشن. الليفو ده لوحده كده ثيرد جينيريشن. الاثنين دول الموكسي والجيمي دول كده فورث جينيريشن. تقول لي الله، طب والجيل الاول؟ الجيل الاول اللي هو النالديكسيك اسيد لا يستخدم الا في اليو تي اي، وابعده خالص عنهم لانه نوت فلورينيتد كينولون. انا بستخدم بس في الطب الفلورينيتد، الحاجات اللي فيها الفلور اللي هم اللي على السبوره دول. فدول سكند ثيرد فورس، ده اول حاجه كده. تيجي بقى للبوتنسي. البوتنسي اللي هي قوه الدواء. قوه الدواء يا شباب هنعمل سهم كده ماشي كده، يعني انت كده فاهم المعنى. السهم ده معناه ايه؟ ان البوتنسي بتزيد، اللي هي قوه الدواء اللي هو الانهيبيتوري كونسنتريشن، اللي هو في حاجه بسموها مينيمال انهيبيتوري كونسنتريشن، اللي هو التركيز اللي بيموت البكتيريا. فده محتاج تركيز معين، النورفلوكساسين. السبرو بحتاج تركيز اقل منه، يعني الدواء اقوى من لانه بيموت بتركيز اقل. توصل بقى للجيم فلوكساسين بيموت البكتيريا بتركيز قليل جدا، فهو ذا موست بوتنت او اقوى واحد فيهم هو الجيم. فالسهم ماشي كده. تيجي للديوريشن اوف اكشن. انا مش بقول بقى هاف لايف، انا بقول انا اظن انا شرحت لك الفرق ما بين كلمه ديوريشن وهاف لايف. انا بتكلم وقت على ديوريشن اوف اكشن، لان هم كلهم الهاف لايف بتاعتهم البلازما هاف لايف كلهم 3 ساعات، انما الديوريشن ده 3 ساعات يفضل يعني شغال في جسمك 3 ساعات. السبرو يفضل شغال في جسمك 8 ساعات ديوريشن اوف اكشن وليس هاف لايف. الليفو يفضل شغال في جسمك 12 ساعه، الاثنين دول من 12 الى 24 ساعه، نعتبرهم كلهم من 12 ل 24، يعني ده 3 8 ودول من 12 ل 24. فالديوريشن كانها برضو بتطول، واحنا ماشيين كده الديوريشن ماشيه بتطول معانا. تيجي للموضوع السبيكترم. السبيكترم انا قلت لك ان الاثنين دول اللي هو الجيل الثاني كان بيجيب اكتر الجرام نيجاتيف، اكتر يعني بيجيب، هو شغلته لعيب على الجرام نيجاتيف. تيجي بقى من اول جيل ثالث ورابع، دول كده يجيبوا نيجاتيف ويجيبوا ها بوزيتيف ويجيبوا كمان الاتيبيكال، صح كده؟ احنا ماشيين صح اهو. تيجي بقى على الجيل الرابع ده هو كده تخصصوا كمان بكلمه ايه؟ الان ايروبيك بكتيريا. يبقى كده يا شباب ده الثلاث حاجات اللي انا عايز اسمعهم من حضرتك، البوتنسي، الديوريشن، السبيكترم. اللي بناء عليهم بقى انا ممكن اصيغ كيس سيناريو واشوفك انت فاهم اللي احنا قلناه ولا انت مش فاهم اللي احنا قلناه. اما اجي اقول لك مثلا، اجيب لك كيس سيناريو وتفهم منه ان العيان عنده نيمونيا، والنيمونيا هقول لك ان انا جربت ادويه كتير زي البنسلين وزي حاجات كتير ما جابتش معاها نتيجه، والعيان ما زال عنده فيبر وعنده كحه وعنده متبهدل.
كده يبقى انا كأني بشاور لك ان النمونيا دي اتيبيكال. اتيبيكال اورجانيزم اللي عاملها مش بكتيريا عاديه، ده اللي عاملها مثلا المايكوبلازما او الليجيونيلا. يبقى انت في الحاله دي هتقول لي الكينولون هتنفع، بس مين اللي ينفع بقى؟ مين اللي بيجيب الاتيبيكال؟ اهو الجيل الثالث والرابع. ما تجيش تختار اللي بقى سيبروفلوكساسي، ما ينفعش. اما اقول لك مثلا انا عندي يورينري تراكت انفيكشن، واليورينري تراكت انفيكشن دي انا عملت كلتشر وطلعت البكتيريا ايكولاي، انت طبعا عارف ان الايكولاي جرام نيجاتيف. طب يا ترى مين يبقى افضل واحد؟ يبقى دول اللي هم الجيل الثاني ده، لان الجيل الثاني كان لعيب قوي على الجرام نيجاتيف وبينزل في اليورين بسرعه جدا، ما بيقعدش يعني، بيقعد في البلازما وقت بسيط وينزل على طول على اليورين بان تشينج وهاي كونسنتريشن. يبقى اللي احنا قلناه يا شباب ان شاء الله يعني تحطه في بالك وتاخد بالك من كل كلمه، علشان ما فيش درجه يعني تضيع منك بلا داعي. لو حد بيسالك يقول لك ايه هي الكونترا انديكيشنز اوف الفلوروكينولون، اظن من الكلام كده تقدر انت تطلع كونترا انديكيشنز كتير جدا. نمره واحد، كونترا انديكيتد انك تدي الادويه دي مع حاجه فيها كالسيوم عشان الكليشن، او حاجه مثلا فيها انتاسيد او حاجه فيها اير، هذا نمره واحد. كونترا انديكيتد انك تديهم لواحده بريجننت او واحده لاكتيتنج خوفا على الارتيكولار كارتليج، ده احنا خايفين على الكارتليج اللي هو لسه جروينج لسه بيتكون. نمره ثلاثة، ممنوع تديها لواحد عنده هيستوري اوف سي ان اس بروبلم، يعني مثلا مريض عنده ايبيليبسي. انا قلت لك ان الادويه بتقفل الجابا ريسبتور وبتعرضني لان ادخل في نوبه الايبيليبسي، وفي 1% من الناس بتحصل له المشكله دي. يبقى دول اشهر ثلاثة كونتر انديكيشن تاخد بالك منهم. ان شاء الله هنحاول الفيديو اللي جاي نعمل بقى نتكلم على الادويه اللي شغاله على البكتيريال ميتابوليزم.